انا اطبق طبعا الرفع على كفرين طبعا على جهتي يمين يسار. طبعا في حركات كثيره بهلونيه اللي هي فك الكفرات، قمز الارسفون على كفرين، الدخول للصحراء، حاجات كثير يعني، وعلى سيارات صغيره وكبيره واي سياره. حركات صراحه تحمس، كل شيء تلقى فيه خطوره، كل شيء خطورته يعني قليله. اتمنى اني اطلع برا السعوديه، كدوله امريكيه، بريطانيا، دوله قطر، دوله الامارات، دبي، البحرين، اي فيها ساحات يعني وفيها تبني وفيها شركات كبار كلها المهمه.